الإخوان السلام عليكم. كنا تكلمنا في الفيديوهات السابقة على الجناح والمخالفات التي تستوجب سحب النقاط من البيرمي. كما قلنا كاين 30 نقطة كيمشيو كل ما ارتكب السائق واحد المخالفة معينة اللي بموجبها يتم سحب الرخصة، كيتسحبوا له النقاط، أو إلا كانت شي حادثة تسير وتمت الإدانة ديالو فحسب الظرفية والنوعية ديال هاد الحادثة تسير كيتحيدوا له النقاط. اليوم غادي نهضروا على كيفية استرجاع النقاط. فهنا كيفية استرجاع النقاط متعددة. نبداو بالمسألة الأولى، هي أنه السائق اللي كيرتكب واحد المخالفة تستوجب سحب النقاط ودازت عام ما ارتكب حتى شي مخالفة، مثلا قيدوا له اليوم ودازت عام ما ارتكب حتى مخالفة وما عندوش شي حادثة سير اللي هو مدان فيها، يعني حكمة المحكمة ضده غادي تسحبوا له النقاط من البيرمي، إذن عام ما ارتكبش مخالفة أو ما عندوش مشكل في المحكمة مدان به، فهنا كيرجعوا له 4 ديال النقاط. المسألة الثانية هي أنه السائق ملي ما كيرتكبش واحد المخالفة تستوجب سحب النقاط، ولكن ما قلنا ما عندوش مشكل في المحكمة شي حادثة سير اللي مدان فيها وتا هي يقدروا يحيدوا عليها النقاط، فإلا دوز 3 سنين، إلا دوز 3 سنين بدون ارتكاب مخالفة اللي كيتحيدوا فيها النقاط أو شي حادثة سير اللي تا هي كيتحيدوا فيها النقاط، فهنا كيرجع له المجموع كامل ديال النقاط اللي كانوا عنده. كاينة كتكون 30، إلا كانوا مشاو له 8 ولا 12 ولا 16 ولا إلا داز 3 سنين ما ارتكب حتى شي حادثة، فهنا كيرجع له المجموع ديال النقاط ديالو. المسألة الثالثة الإخوان، هي أنه واحد السائق مثلا مبغاش يصبر عام أو مبغاش يصبر 3 سنين، قال أنا مثلا مشاو ليا واحد العدد ديال النقاط وبغا يرد النقاط ديالو بدون ما يتسنى هو عام ولا 3 سنين، كيمشي كيدير واحد الدورة تكوينية على السلامة الطرقية، وملي كينجح في ديك الدورة على السلامة الطرقية كيردوا له 4 ديال النقاط. وهاد الدورة في التربية على السلامة الطرقية كتكون في مدارس خاصة، مدارس خاصة دايرها الدولة لهاد المسألة، ما كتكونش في المدارس ديال التكوين، لأن المدارس ديال التكوين التأهيلي الأول أو المستمر أو هاد المدارس كلهم ديال التكوين كما قلت لا علاقة لهم، وإنما كاين مدارس أخرين اللي كيتسموا مدارس ديال التربية على السلامة الطرقية، كيمشي يدير واحد الدورة تكوينية تما. راه كاينين دابا موجودين في شي 5 د المدن تقريبا، وكيرجعوا له 4 ديال النقاط. الاخوان اللي غادي يقول لك اودي كيفاش غادي نعرف انا راه مشاو ليا النقاط من البيرمي، انا كيقيدوا ليا، كاين النقاط اللي كاين بعض المخالفات اللي ما عرفتش واش كيمشيو فيهم النقاط، المهم انا راه مقيد باش غادي نعرف راسي راه كيمشيو ليا النقاط. هاد المسألة هادي هو انه اي سائق كيرتكب واحد المخالفة فراه كتجيه واحد الرسالة للدار، العنوان اللي عنده في البيرمي كتجي واحد الرسالة مع إشعار بالاستلام، كتجيه وفيها كل المعلومات باللي راه تقيدت لك المخالفة النهار فلان فلاني في الساعة الفلان فلانية في المنطقة أو في المدينة الفلان فلانية، وراه مشالك العدد المعين ديال النقاط. مثلا مشاو جوج كيقول لك راه مشاو جوج، مشاو 4 كيقول لك مشاو 4، مشاو 3 كيقول لك مشاو 3، مشات وحده كيقول لك وحده. دائما كتجيك وقت ما تقيدت شي مخالفه اللي كتستوجب سحب النقاط، مخالفه اللي غيحيدوا لك عليها النقاط، اما الا كانت مخالفه ما فيهاش نقاط ما كتجيك حتى حاجه. المخالفه اللي غيحيدوا عليها النقاط راه مجرد ما كيقيدوا لك كيوصل عندهم داكشي للوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه ويتم معالجه ذلك داكشي بطريقه آليه. فهنا كتجيك واحد الرساله للدار، العنوان اللي عندك في البيرمي كتجيك باللي راح يدنا لك العدد المعين ديال النقاط. ثم كاينه مساله الاخوان، هو انه كاينه واحد لابليكاسيون كتيليشارجيها في التليفون عندك كتسمى انفراكسيون روتيير، كتشارجيها في بلاي ستور العادي، وكيطلبوا منك تدخل الرقم ديال رخصه السياقه، الرقم ديال البيرمي والرقم ديال لاكارت، وكتولي عندك ديك لابليكاسيون وقت ما بغيتي كتقلبها فين ما تقيدات لك شي مخالفه راه كيجيك داكشي ناب واضح مضبوط، ها فين تقيدات لك المخالفه، ها النهار فلان فلاني، ها الساعه فلان فلاني، ها النقاط اللي مشاو لك، وحتى الا ما مشاو لكش النقاط هذيك لانفراكسيون دائما ديك انفراكسيون روتير دائما كيجيوك كيخرجوا عندك
داك التطبيق او ديك لابليكاسيون كيخرجوا عندك هذوك المخالفات وكتعرف شحال مشاو لك النقاط وشحال ما مشاو لكش. الاخوان كيف ما قلنا هادو هما الطرق باش كتعرف راه مشاو لك النقاط، وكما قلت في الاول هاد الطرق باش كيرجعوا لك النقاط. ثم كاينه واحد المساله هي انه دائما فيما درتي شي مخالفه كيبقاو يمشيو النقاط، كل مخالفه كيمشيو حتى النهار كتكمل ديك 30 نقطه. هنا كيخصك تصيفط لهم البيرمي. دابا مازال ما كايناش ديك المعالجه الاليه، ولكن من بعد الاعوان المحرر المحاضر، ملي كنقول الاعوان المحرر المحاضر هما البوليس والجدارميه ومراقبه الطرق البيضاء اللي كنقولوا ليها البيضاء، فهادو غادي تكون عندهم اباراي او الات باش غادي يبقاو يعرفوا هادشي. مثلا ملي غتكون جاي حبسك وقلب البيرمي او درتي شي مخالفه ترتكب سحب النقاط، ملي كيدخلها في ديك لاباراي او ديك الاله فكيعرف راها بيرمي عندك مات، فكيشدو كياخذ لك داك البيرمي وكيعطيك واحد الورقه كتصوب بها 120 ساعه، من بعد ما كيبقاش عندك الحق تصوب، كتمشي كتجلس 6 شهور، 6 شهور ما كيبقى عندك لا بيرمي لا والو، كتجلس 6 شهور وإلا بغيتي تصوب كتعاود تجي من جديد، يلاه بديتي وتعاود تعمر دوسي اخر وتشوف سيارات تعليم اخرى وتعاود داكشي من جديد، وكيعطيوك 20 نقطة في الفترة الاختبارية وكدوز عامين في الفترة الاختبارية بحال يلاه بديتي جديد. هناك مسألة أخرى الإخوان هو أنه كما قلنا هذا السائق اللي كيبقى يرتكب هذه المخالفات اللي بموجبهم كيمشيو النقاط، فكما قلنا فيما ارتكب شي مخالفة كيجيو هذوك البراوات للدار، كل مخالفة كيجيو نهار ما كيبقاوش عنده النقاط كتمشي ديك 30 نقطه كتجي ديك البرا الاخرى كيقولوا له دي في ا، كيعلموه بلي راك صافي بيرمي سالا وخصك تجيبو، وهنا كيعطيو الاجل ديال شهر كيقول لي تجيبو المندوبيه الجهويه ديال النقل اللي تابع ليها، وكيعطيو كما قلنا فتره ديال شهر، لان كل مسرع السائق فهنا لان خصو يمشي يريح 6 شهور، اي ايام ضيعها ما داش ليهم الرخصه فغي كيضيعها، لان ملي كتوصل عندهم الرخصه من تما كيبداو يحسبوا لك 6 شهور باش حتى الا بغيتي تعاود دوز البيرمي كتعاود من جديد، اولا الا شدك شي عون محرر محضر معني بوليسي جدارمي مراقبه الطرق ولقى عندك النقاط صافي ما بقاوش يسحب ليك البيرمي، فحتى هو براسو كيقولوا له خصك تسد داك البيرمي في اجل، كيعطيو اجل ديال 48 ساعه ما يبقاش عنده تما باش يوصل للاداره وتبدا تحسب على ديك 6 شهور. كاينه مساله اخرى هي كاين اللي غادي نهار يمشي له هذا البيرمي تلقاه في الطريق غادي يبغي يحتج يقول لك اودي انا ما كانت العنوان ديالي اللي في البيرمي بقيت ساكن تما وما بقاوش كيجوني، ما جاتني تا برا ما في راسي انا والو، دابا داو لي البيرمي، فهنا حتى الاداره كتبرأ راسها، لان في مدونه السير في الماده 38 كيقول لك على ان اي سائق بدل العنوان ديالو اللي عنده في البيرمي كيخصو يخبر الاداره بهذا التغيير اللي وقع ليه في العنوان باش حتى هي تحينو، يعني تردو من جديد يولي معين باش كتبقى تخدم بك او كتخدم معاك به. هذا هو كل ما يتعلق بكيفيه استرداد النقاط وفيما يخص بعض المواد الخاصه بهذه المساله هذه. فاللي بغيت نقول لكم الاخوان هو ان هذا الشيء راه ما كيخلاش، خص الانسان يلتزم بالقانون، يحاول ما امكن ما استطاع الى ذلك سبيل يلتزم بالقانون فراه ما كاينش المشكل. هذا الشيء اللي عطى الله فيما يخص هذه المساله، في انتظار الى كاين شي تساؤلات ديالكم شي تصويبات ديالكم شي اراء شي تعليقات، فهذا سعيد جنيبي يحييكم والى اللقاء.